تعتبر أول محاضرة بالفصل الثاني من المحاضرات المهمة واللي راح نشوفها هواي بالحياة العملية. طبعا المحاضرة مختارة ركز مجرد صور على مود لمن توصلكم المحاضرة الوورد واضحة. المحاضرة عبارة عن 24 سلايد، وأرجو دكتور حسين إذا صار الوقت ساعة أنه تنبهني، محاضرة فقط لمدة ساعة محسوبة. راح نبدأ بأول سلايد. إن شاء الله دكتور. العفو دكتور، إذا تقدر أكو طالب يقول داز طلب انضمام ماكو موافقة. أنا كلهم دكتور قاعد أوافق لهم، خلي يعيد من جديد دكتور، احتمال بالخطأ أو الإنترنت شوية ضعيف. إن شاء الله دكتور. طبعا المحاضرة حقيقة مهمة وراح نشوفها هواي، وأكيد يعني أنتم خلال حياتكم العملية مرات كيس أوف ألوبيشا. الألوبيشا هو جنرال تيرم معناها هير لوس، فيها ماني كلاسيفيكيشن أند ماني كوزز. الغرض من هاي المحاضرة إنه هاو تو أبروش تو كيس أوف ألوبيشا. أول شيء يكون نعرف الكلاسيفيكيشن أوف ألوبيشا يعتمد على تو باراميتر. First of all, when we see a case of alopecia, in the first look, we should to differentiate and to determine it is patchy alopecia or diffuse alopecia. Patchy alopecia, many causes cause only patchy alopecia or localized hair loss, while diffuse alopecia carry certain causes. لذلك أول نقطة بالإكزامينيشن أو أول ما يجيني كيس أو يخابرني كيس أو يطلب كونسلتيشن ويقول لي دكتور أنا صار عندي تساقط شعر، أول سؤال إذا المريض مو يمي أو إذا أنا إجيت أريد أسوي إكزامينيشن كون أحدد هل هو هذا كيس of localized alopecia اللي هي patchy alopecia or it is a case of diffuse alopecia. من diagnosis والapproach راح يختلف تماما. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، بعد أن حددنا هل هذا localized or diffuse، نحدد هل هذا scarring alopecia or non-scarring alopecia. هاي النقاط كلش مهمة. بس المحاضرة كلها تعتمد على هذا الclassification. الكلاسيفيكيشن الثاني هل هو سكارينج أو نون سكارينج، الحقيقة من النظر نقدر نعرف بس هون الإنسان يتقرب من الليجن بشكل صحيح يلا يقدر يعرف. بس بالدرموسكوب، الدرموسكوب أو الترايكوسكوب نسوي ماجنيفيكيشن الأوبينينج مال الهير فوليكل. بالنون سكارينج ألوبيشيا الهير فول يشوف نون سكارينج الوبيشيا معناها جود بروجنوسيس، وهذا تمبراري هير لوس اند باي تريتمنت وي كان ريتيرن ذا هير. اما اذا نشوف كيس اوف سكارينج الوبيشيا لما نسوي ماجنيفيكيشن راح نشوف مقارنه بالصوره اللي قبل شويه طلعت انه there is loss of the hair follicle opening. فهاي اهم نقاط هسه حاليا على مود نفرق between the scarring alopecia and magnification. او اذا تريد بالنكد اي انه تشوف ال hair follicle opening preserved or not. قسمنا الالوبيشيا into scarring and non-scarring and into localized and diffuse. راح نتناول مواضيع معينة ونركز على أهم ديزيز ضمن هاي الكاتيجوري اللي هي الالوبيشيا أرياتا. ضمن الكوزز مثل localized hair loss، أول كوز وvery common هو neonatal hair loss. كل إنسان، إحنا كنا لما كنا أطفال أو لما لسه نشوف أولادنا أخواننا الصغار يمر بمرحلة neonatal hair loss. شنو السبب؟ احنا نعرف انه الولادة بحد ذاتها هي stress condition، والطفل لما جسمه ينتقل من بيئة لبيئة راح يمر وتعتبر من ضمن الأورغان اللي بالبدي اللي بيها rapid turnover، دائما بحالة انقسام. The skin in general والhair follicle in specific
انعاد التيرن اوفر. فلما يمر الجسم بستريس كونديشن كل الاورجان اللي بيها رابت تيرن اوفر راح تتوقف، وحده من عندهم هو الهير. فلذلك الطفل لما ينولد ورا 3 أشهر شعره يبدي يساقط ويتركز باماكن معينه. هاي يسموها الحقيقه هو انه لما ينولد الطفل بداخل بطن امه الهير فوليكل كانت بأناجين فيس. لما تجي هالستريس كونديشن راح يتحول من الأناجين فيس اللي هو الجراوينج فيس انتو التيلوجين فيس. التيلوجين فيس هو الريستينج فيس، يعني الهير فوليكل توقفت بعد ما تنمو. لما تتوقف الهير فوليكل تحسب عادة 3 أشهر ورا هالشعرية توقع الطفل، رغم هو بدأ بأول ثانية بولادة الطفل، ولكن كلينيكلي تشوفه ورا 3 أشهر، لأن هو لما ينولد راح ينولد with all telogen hair، تالي يتحول ورا 3 أشهر يسقط الشعر ويبدي أناجين جديد. هاي يسموها neonatal hair loss هو neonatal fractional hair loss أو neonatal fractional alopecia. اختلاف عن الكونديشن الاولى، الكونديشن الاولى نشوف اكو مالتيبل اريا اوف هير لوس، اما هنا راح تتوزع فقط على الاوكسيبيتال اريا، وهاي كلش كمان. هسه لو تروحون ان شاء الله تداومون بالمستشفى الزهراء وتشوفون الاطفال كلش كمان بالاوكسيبيتال اريا تشوف انه اكو هير لوس. الكوز اوف ذس هير لوس هو ديو تو فريكشن. هذا الطفل لما ينام على المخدة وذن الهير خلال أول 3 أشهر 4 كلهن قلنا تيلوجين، فأي فركشن بسيط راح توقع الشعرة، فذاك راح يصير more localized in the occipital area. One of the causes of localized non-scarring hair loss اللي هو الترايكوتيلومانيا. طبعا النيونيتال فركشنال هير لوس والترايكوتيلومانيا يدخلوها ضمن كاتيجوري يسموها تروماتيك ألوبيشيا، يعني الكوز مالتها تروما. اما تروما ديو تو فريكشن، تروما ديو تو تراكشن، اول وحده اخذنا النيونيتال فريكشنال هير لوس، ثاني كوز من التروماتيك الوبيشيا هي الترايكوتيلومانيا. لو تنتبه على الصوره تلقى اكو هاي بنيه قاعد تجر شعرها، طبعا هاي من الكونديشن الكومن انه واحد يجر شعره. هاي الكونديشن كلش كومن ونشوفها هواي، وإذا المريض من عالجه راح ينتهي بهاي الصورة إنه يصير localized batch of non-scarring hair loss. وإذا استمرت هاي الكونديشن أكثر without treatment تنتقل من إنه non-scarring تتحول إلى scarring. طبعا الترايكوتيلومانيا الكوز مالتها psychological stress، عادة تصير بالفيميل أكثر من الميل، عادة تصير بالchildren والأدوليسنت أكثر من الأدلت. فأول شيء ترايكوتيلومانيا مور إن فيميل، الأيج مالتها أكثر شيء بالتشيلدرن والأدوليسنت. الكوز مالتها مثل ما شفنا بالصورة الأولى إنه أكو هابتشوال بولينج أوف ذا هير. كلينيكلي شلون يجينا المريض؟ أما يجينا باتش وحدة أو مالتيبل باتش مثل ما شوفون بهاي الصورة لارج باتش أوف هير لوس. شلون نميزها عن الكونديشن الاخرى اللي نشوف بيها localized non-scarring hair loss؟ اكو نقاط مهمه لو تشوفوها بالصوره رقم بي كلش كاركترستيك. اول شيء تلقى multiple necrotic area او erosion area due to severe traction، من السحب القوي بعض الهير فوليكل راح يصير بيها severe trauma ويصير necrosis بالarea او superficial erosion. قاعد تشوفون اكو multiple necrotic area بالسكن. ثاني فقرة مهمة واللي تميزنا عن باقي differential diagnosis of localized hair loss، راح تلقى the hair in different length، لأن هذا المريض ما راح يسحب الشعر بنفس اليوم كله بنفس اللحظة، كل نص ساعة كل 5 دقائق يرجع يسحب من جديد. فتلقى وخلال أيام يعني طويلة يومية هو يعيد هاي العملية. هاي نشوفها خاصة بالناس اللي عندهم امتحانات، اللي عنده مشكلة عصبية، فرضا بالأطفال هواي نشوفهم لما طفل ينولد وراء طفل ثاني يحس انه قلة اهتمام بي، كل شوية يجونه بالاستشارية الترايكوتيلومانيا.
كفقرتين كلينيكلي كلش تميز لنا. اول شيء انه تلقى different length of the hair، لو تنتبهون للصورة نشوفوا اكو هير طويل اكو هير شورت، فdifferent length. والشغلة الثانية نشوف هاي superficial erosion نتيجة التراكشن. التريتمنت اهم شيء بالتريتمنت انه احنا نحاول stop the maneuver اللي هي التراكشن. يعني انت تعامل المريض كpsychological patient، يعني مو تواجهه وتقول له انه انت ترى بس قاعد تسحب شعرك وتسوي هاي المشكله. المريض بالبدايه راح ينفي وقد عائلته اصلا ما متدين عليه. فاول نقطه انه behavioral treatment، شويه شويه تتفهم مشكله هذا المريض، عنده stress condition، عنده فد مشكله كنت تفهمها وتعالجها. ومرات نضطر نحول على يعني طبيب النفسيه. بس احنا كجلديه بالبداية نفهم الأهل، ولكن من واجه المريض نفهم الأهل إنه هذا الكوز إنهم للتراكشن. ثاني نقطة نخلي أوينتمنت، نطلب من الأهل دائما يخلون أوينتمنت على الأريا. شنو فكرة الأوينتمنت؟ الأوينتمنت على المود بعد ما يقدر يجر الشعر، الشعر لما راح يصير كله موستورايزد والمكان كله منقع بالأوينتمنت بعد صعب عليه يسحب الشعر بسهولة ويتركها يقوم ينتبه على روحه. واضح؟ فهاي أهم نقطة بالترايكوتيلومانيا. How we clinically differentiate it from other causes of localized alopecia، وأهم واحدة شلون راح نميزها عن الألوبيشيا أرياتا. نقطتين clinically different hair length والmultiple superficial erosion. واحد من الـ causes of non-scarring localized hair loss واللي أيضا تدخل ضمن الـ category of traumatic alopecia هي tractional alopecia. الـ tractional alopecia نفس فكرة الـ trichotillomania، نفس فكرة الـ natal frictional hair loss، الـ cause هو trauma، أكو friction بالأريا، ولكن كل وحدة الـ pathogenesis تختلف. هنا المريض يجي عادة تجي هي female child، الأم مالتها أو هي إذا young age female تسحب الشعر مالتها بقوة. بس هنا دكتور عمار يقول وين صاير نيكروزس بالصورة على الترايكوتيلومانيا؟ بس دكتور لو تكبر الصورة من يمك خوش تلقى multiple superficial necrosis بالصورة، أي قاعد أشوف هاي نقاط الحمار واللي عليها superficial necrosis. الحقيقة هذا هي hemorrhagic crust، واضح. وبالصورة المكبرة تلقى superficial erosion كلش واضح. واضح دكتور عمار، هذا الحقيقة من الforceful attraction، الhair follicle سوالها forceful للhair forceful attraction وانشلعت الشعرة وياها شوية من surrounding skin. واضح دكتور عمار؟ اوكي ننتقل لل التروماتي. طبعا يعني دكاترتنا اي احد عنده شيء مو واضح هدف المحاضره انه لما واحد يقرا الوورد يكون واضح، فبالعكس يعني اي واحد عنده شيء مو واضح يعني يسعدنا انه يصير مداخله. التروماتيك الوبيشيا انه المريض اما نتيجه اهله الوالده عاده انه تجي جاره شعر بتها بشكل قوي بالقراصه، او هي اذا يونج ايج فيميل طبيعتها تسحب شعرها بقوه. الحقيقة التروماتيك ألوبيشيا ضروري أنه تفهم الأهل وتفهم المريضة على الكوز مالتها، لأن عادة هما ما منتبهين. والمشكلة بالتروماتيك ألوبيشيا مثل حالة التراكوتيلومانيا إذا ما عالجتها بسرعة راح تتحول من نون سكارينج إلى سكارينج، وهاي مشكلة. إذا تحولت سكارينج بعد أي علاج ما يفيدها ما عدا الهير ترانسبلانت. وحتى الهير ترانسبلانت إحنا بالنورمال بوبوليشن الهير ترانسبلانت 100% successful، أما إذا سكارينج ونسوي هير ترانسبلانت 50% successful. فلذلك ضروري هنا السرعة بالعلاج. فالتروماتيك ألوبيشيا السبب مالتها إنه قاعد يصير تراكشن قوي للشعر، والسبب القراصة عادة يجونا بالاستشارية الأم جارة الشعر مالت بتها بقوة، فلذلك تلقى الهير لوس متركز على الهير فوليكل الصارة بالفرونتو والفيرتيكال أريا اللي هي عليها تراكشن. هاي كلها لحد الآن ضمن الترومااتيك ألوبيشيا. آخر
differential diagnosis of localized hair loss اللي هي محاضرتنا كلها اليوم على localized non-scarring hair loss هو الألوبيشيا أرياتا أو يسموها داء الثعلبة. حقيقة الألوبيشيا أرياتا very common و our population أكثر من باقي population بحكم stress condition، يعني أنت بالاستشارية يعني ماكو استشارية تخلو من ألوبيشيا أرياتا في the 3 cases 4 cases ألوبيشيا أرياتا. الألوبيشيا أرياتا داء الثعلبة، أول شيء خلنا نعرف شنو الألوبيشيا أرياتا. طبعا هي very frequent condition can occur at any age. تصورون الألوبيشيا أرياتا يجون بالنيوناتال period، واضح، خاصة الجماعة اللي عندهم genetic cause. فات any age تلقاها بالإلدرلي وتلقاها بالنيوناتال period، ولكن هي mostly affected children and young adult اللي هي حقيقة هاي الـ age group أكثر شيء اللي صار عندهم stress condition. الـ young adult من الامتحانات من ظروف الحياة، والـ children عادة من المشاكل ضغوطات الأخوان، يجي أخو أصغر من عده يقوم ينافسه، يصير عندهم psychological problem. فهذا أكثر age group يصير عندهم alopecia areata affect both sex equally، ما عندنا فرق بين الميل والفيميل. It is usually asymptomatic، وهي النقطة مهمة، هي usually asymptomatic، ولكن عندنا cases of alopecia areata يرافقها بايتس، خاصة بالنيو اونست بالأكيوت ستيج. بالبداية هي تكون مرات في بعض الحالات تكون سمبتوماتيك، وعادة الألوبيشيا أرياتا خاصة باللي شعرهم طويل المريض ما يكتشفها، خاصة إذا بمنطقة بعيدة عن عينه، عادة تكتشف من قبل الأهل والأصدقاء. نجي أول شيء خلنا نعرف الباثوجينيسيز أوف ألوبيشيا أرياتا، ليش قاعد تصير ألوبيشيا أرياتا. طبعا الألوبيشيا أرياتا بها يعني many theories of its pathogenesis. أصلا يعتقدون الجينيتك فاكتور تلعب دور، ولكن لقوا الفاميلي هيستوري، سووا دراسات هواي، لقوا الفاميلي هيستوري يلعب دور فقط ب 10 إلى 20% من المرضى. فلذلك الجينيتك فاكتور مو هو الكوز المهم، ولكن اللي عندهم جينيتك هيستوري أو فاميلي هيستوري أوف ألوبيشيا أرياتا ويصير عندهم ألوبيشيا أرياتا عادة يصير عندهم السيفير تايب ويكون مور ريزيستنت تو تريتمنت. أهم فقرة اكتشفوا بها الباثوجينيسيس أوف ألوبيشيا أرياتا هي الإميونولوجيكال فاكتور. الفكرة شن هو؟ خلنا نفتهم ذن الصورتين. الصورة أي هيلثي بيشن، مريض ما عنده ألوبيشيا أرياتا، والصورة بي هو بيشن وذ ألوبيشيا أرياتا. خلنا نفهم نقطة مهمة بس دكتورة بنين قبل ما ننتقل للباثوجينيسيس، تقول is the tractional alopecia irreversible and can occur in the eyebrow. The tractional alopecia can occur at any site carry hair you do traction. أكو يجون tractional نتيجة يعني الايبرو يسحبها، بس الايبرو إذا سحبها كون نفرق، إحنا عندنا شيء اسمه traumatic alopecia. التروماتيك ألوبيشيا درسنا بيها ثلاث أنواع، النيوناتال فريكشنال قلنا اللي هو طفل ناين على الأوكسيبيتال أريا من الفريكشن ويا المخدة وقاعد يروح الهير. ثاني وحدة الترايكوتيلومانيا، الترايكوتيلومانيا المريض نفسه قاعد يسحب الشعر، هاي نسميها ترايكوتيلومانيا. أما التراكشنال نتيجة سحب بأداة معينة، يعني عندنا بعض يعني هسه بمجتمعنا نتيجة القراصة يجي السحب، أكو في قبائل بإفريقيا وشي حتى مالتهم الآيبرو ومالتهم اللحية يشدوها بقراصات، أنتوا اليوم دوروا وشوفوا. فإحنا بمجتمعنا ما تجي بالآيبرو تراكشنال ألوبيشيا، ولكن يجون ترايكوتيلومانيا very common بالتشلدرين، يجون ترايكوتيلومانيا بالآيبرو حتى بالآيلاشز بمجتمعنا، ولكن التراكشنال ألوبيشيا باقي المجتمعات إذا نفس الفكرة سحب قاعد يصير، بس سحب مو من قبل المريض بإيده، سحب نتيجة فد انسترومنت مستخدمها يعني القراصة فد مشاد، هاي يسموها تراكشنال. أما كل ذن الثلاث أنواع التراكشنال والترايكوتيلومانيا والنيوناتال فريكشنال ألوبيشيا ذن كلهم ضمن كاتيجوري واحدة يسموها تروماتيك ألوبيشيا.
استشوار دكتورة بنين، استشوار يسوي another cause، ما يسوي التراكشنال. التراكشنال مش استشوار بحد ذاته، إنما المشط وجر الشعر بالمشط أثناء عملية استشوار هي اللي تسوي، فمو استشوار بحد ذاته. استشوار يعني فاكتر يلعب بها استشوار يسوي هيرلوس، ولكن عادة يقصف الشعر، يبس الشعر، ومرات يسوي هير لوس، ولكن not due to traction. ولكن المشط اللي يستخدموه مرات بشكل غير صحيح، يجرون شعرهم خاصة الفيميل اللي شعرها طويل، لما تسحب أثناء بالمشط أثناء استشوار، هذا ضمن التراكشن الألوبيشن. واضح دكتورة بنين؟ واضح. هسه نجي للباثوجينيسز، الباثوجينيسيس اوف الوبيشيا ارياتا. بس اريد تصير هاي الفكره عندكم على مود نفتهم ليش قاعد تصير الوبيشيا ارياتا. مثل ما قلنا الاميونولوجيكال باثوجينيسيس لحد الان هي تعتبر اهم باثوجينيسيس فسرت الالوبيشيا ارياتا. بالبدايه قالوا قبل ما تبدا الدراسات قالوا جينيتيك كوز، وراها اكتشفوا انه جينيتيك كوز بس 10 الى 20%. تالي هسه ركزونا على الاميونولوجي. خلينا ننتبه للصور، الاي هيلثي بيشنت والبي الوبيشيا ارياتا بيشنت. رب العالمين لما خلق السكن وحط الهير ويا السكن، طبعا الهير هي تعتبر بوحد سيستم انسايد ذا سكن، سيستم كانه منفصل. فرب العالمين انطى للهير ميزه يسموها اميون بريفليج، يعني هاي الهير فوليكل طابه بنص تشيو، هذا التشيو في حاله ديمومه مستمره. فالهير فوليكل إذا رب العالمين ما منطيها هاي الميزة اللي راح نحكي عليها، كأنه تعتبر كفورن بدي بنص تشيو مختلف. رب العالمين انطى للهير فوليكل فد ميزة بالإميونيتي يسموها إميون بريفليج، ميزة مناعية. التشيو مات الهير فوليكل بإمكانية ورسبترات تسوي اميونو انهبيتري سيجنال، بحيث الاميون سيستم ما يعتبر الهير فوليكل اللي هي بنص السكن كفورن بادي. هاي كلش نقطة مهمة كون نفهمها. لو تنتبهون للصورة اي راح تشوفون النيوكلياس الموجودة بالهير روت الديرمال بابلا والهير روت بيها ريسبترات تحمل هير فوليكل وتطي كيموكاين واميون ميدياتر تعمل كاميونو انهيبيتري سيجنال، فتخلي الاميون سيستم يعني يعتبر هاي الهير فوليكل كفورن بدي. هذا بالنورمال بوبوليشن. بالالوبيشيا ارياتا المشكله هنا راح تفقد الهير فوليكل هاي الخاصيه. شلون فقدتها؟ لحد الان اكو هواي ثيوريز. قسم يقول السايكولوجيكال فاكتور انه يلعب دور انه هاي الهير فوليكل تفقد، قسم يقول لا الجينيتك فاكتور، هواي امور. بس خلينا نفهم الفكره العامه، انه الانسان الطبيعي الهير فوليكل يسوي اميونو انهيبيتوري سيجنال، اما بالالوبيشيا الرياتا راح تفقد هاي الخاصيه، فالاميون سيستم راح يعتبر الهير فوليكل كفورن بدي ويبدي يهاجمها، ولذلك توقع شعرايه. هاي كل فكرة الباثوجينيسيس اوف الوبيشيا ارياتا لحد الان. بس هسه سؤال اكو للدكتورة، دكتورة داليا، هاو وي كان ديفرنشيت بين اندروجينيك الوبيشيا فروم اذر تايب ان يونغ فيميل؟ طبعا احنا حاليا ما اخذنا الاندروجينيك الوبيشيا، فلذلك انا كنت ضام هذا السؤال ورا ما نفتهم الاندروجينيك الوبيشيا ونعرف الأذر كوزز أوف هير لوس، وتالي نبدأ نقارن بيناتهم. فأنا إن شاء الله دكتورة محاضرتنا الجاية راح تتناول الديفيوز هير لوس، إحنا اليوم محاضرتنا فقط لوكالايزد هير لوس. هذا سؤالك إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نخليه للصورتين، ونعرف نهاية المحاضرة شون نفرق بين الفيميل باترن أندروجينيك ألوبيشيا فروم أذر كوزز أوف ديفيوز هير لوس. وهاي طبعا سؤالش كلش مهم، وحتى احنا بالدراسات يسألونا اياه، بس بحكم انا هسه المحاضرة فقط لوكالايز يعني ما راح تشتت المحاضرة، انما هذا السؤال نقله على المحاضرة الجاية ورا ما ناخذ التيلوجين افلافيوم وناخذ الاذر كومن كوزز اوف ديفيوز هير لوس، ذاك الوقت نقدر نميز بيناتهم وبسهولة التمييز مو صعب. فهسه راح نركز اليوم دكتور على اللوكالايز هير لوس،
وإن شاء الله المحاضرة الجاية سؤالك محفوظ، وسؤال مهم الحقيقة، هذا السؤال كل ينسأل يعني، عاشتي الدكتورة داليا. بالنسبة للدكتورة هدى تقول إعادة سريعة للباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس أوف ألوبيشيا أرياتا. إحنا عندنا بالهيلثي بوبوليشن رب العالمين خلق الشعراية بها ميزة. الشعرة أنتوا قاعد تشوفون هسه، أنت عندك جلد والشعر مسطر بنص الجلد. إذا رب العالمين ما خلق هاي الإميون بريفليج يسموها الميزة المناعية، راح الجسم يشخص إنه هاي الهير فوليكل كأنه فورين بودي، فيتعامل بها كفورين بودي ويبدي يهاجمها. ولكن رب العالمين خلق لنا قابلية بالنيوكلياس مات الهير فوليكل بالهير روت إنه تفرز إميونو ميدياتر تعمل كإميون سبرشن إميون إنهيبيتري. فالإميون سيستم ما راح يقدر يميز الهير فوليكل كفورين بدي، لأن أكو إميون إنهيبيتر إفكت داير مداير الهير فوليكل، فاللومفوسايت والإميون سيل ما تقدر توصل للهير فوليكل وتأذيها. جماعة الألوبيشيا أرياتا هاي الميزة مفقودة، النيوكلياس الموجودة بالهير روت ما عندها القابلية إنه تفرز الإميون ميدياتر اللي تعتبر كإميونو إنهيبيتري. فلذلك شوفوا لي بالصورة الثانية راح تلقون شوف شون الإميون سيل صار داير مداير الهير روت بالصورة رقم بي وبادية تهاجم الهير فوليكل. هاي كل الفكرة، تبدأ اللومفوسايت أكثر شيء تهاجم الهير فوليكل وتوقع الهير، فصار عندنا ألوبيشيا أرياتا. طبعا هذا هو أهم باثوجينيسز يفسر لنا الكوزز اوف ألوبيشيا أرياتا اللي هو الإميون ميكانيزم. سايكولوجيكال فاكتور، لقوا السايكولوجيكال فاكتور هي تحفز، تعتبر سبب مهم في تحفيز الإميونولوجيكال ميكانيزم. وإحنا أتذكر في أحد المحاضرات قلنا شافوا السايكولوجيكال فاكتور والسايكولوجيكال سترس بحد ذاته إلى علاقة مهمة بالإميون سيستم. بدراسة سووها قريبا شافوا الإموشنال سترس، يعني واحد ضايج مشكلة صايرة عنده، هاي المشكلة اللي هي قاعد تسوي سترس بالجسم مالته إلها قابلية أنه تنزل الإميون سيل وتسوي إميون ديسريجوليشن حال حال أبو الـ HIV أبو الإيدز. سووا دراسة حسبوا واحد عنده إموشنال سترس وواحد ما عنده إموشنال سترس، لقوا واحد عنده إيدز، جابوا 3 patients أبو السيفير إموشنال سترس نزل عنده CD4 count أقل من 200 اللي هي اللي نعتبرها كباراميتر نشخص هذا المريض صار عنده إيدز. فلذلك السايكولوجيكال فاكتور تلعب دور مهم، تسوي لك إميونو سبرشن وتسوي لك إميون ديسريجوليشن، يعني يبدأ الجسم كأنه يصير بي أوتو إميون ميكانيزم، يبدأ الجسم يهاجم نفسه. هي هاي فكرة الإميون ديسريجوليشن، يعني الإميونيتي تبدأ تخربط عندك ما تميز. فالسايكولوجيكال فاكتور عامل مهم. وإحنا حاليا بالاستشارية أي مريض يجينا، بالنسبة للدكتور حيدر رجع الصوت أوكي، يبدو دكتور شوية الإنترنت، دكتور حيدر يبدو الإنترنت يمك شوية ضعيف عاش كيدك. فهسه نرجع، فالسايكولوجيكال فاكتور تلعب دور مهم جدا مهم. واحدة من الأمور لقوا أكو significant association between dermatological diseases and alopecia areata، شافوا جماعة الأتوبيك درماتيتس جماعة الداون سيندروم يصير بيهم alopecia areata أكثر من باقي البوبوليشن. ولكن نبقى ونقول التو ميكانيزم، الاميونولوجيكال ميكانيزم والسايكولوجيكال ميكانيزم هن أهم شيء بالباثوجينيسيس. نجي للكلينيكال فيتشر اوف الألوبيشيا أرياتا. أهم شيء لما نجي نفحص مريض عنده ألوبيشيا أرياتا أو شكين المفروض مكلا. أما إذا لقيت أكو sign of inflammation فمعناها إنه هاي مو alopecia areata. عادة الalopecia areata without sign of inflammation، هاي أول نقطة بالinspection. ثاني نقطة هو localized، مثل ما قلنا الalopecia areata localized hair loss، يعني تلقى أكو patch of hair loss.
اما اذا لقيت diffuse from the start هسه نعرف الاذر كاتيجوري، ولكن تلقى باتشي هير لوس without sign of inflammation. بالنسبه للدكتوره مريم سالت cause of hair loss in cicatricial alopecia patient with chemotherapy is due to low immunity. طبعا دكتوره مريم هذا من ضمن هاي يسموها الاناجين فلافيوم اللي صار نتيجه الكيموثيرابي، وهي مو هي ضمن الديفوز نون سيكاتريشال الوبيشيا او معروف السي اي انتقاضش كانسر. احنا السي اي بالدرماتولوجي اذا خليناها بضمن محاضره الهير لوس سيكاتريشال الوبيشيا اللي هو الاسم الثاني للستارنج الوبيشيا. اذا تقصدين سي اي بمعنى كانسر والمريض ياخذ كيموثيرابي ويصير عنده هير لوس بذاك الوقت هاي يسموها اناجين فلافيوم، وهي ايضا بالمحاضره الثانيه. الاناجين فلافيوم طبعا المفروض انا اشرحها بالمحاضره الثانيه، بس لان حضرتك سالتي راح نعطيش مختصر عنها. هنا الشعر لما يجي الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت راح الشعراي اللي هن كلهن بالاناجين، احنا ندري السكالب كله اناجين 80% الى 90% من السكالب اناجين. لما يجي الكيمو ثيرابي راح يوقف لنا الاناجين وبسرعه يحوله تيلوجين وذن فيو داي، وبالتالي ينتقل الى كتاجين اللي هو الفيس اوف هير لوس. هذا الميكانيزم يختلف وان شاء الله يعني ناخذ بالتفاصيل بالمحاضره الجايه. انا اريد هاي المحاضره تركزون على اللوكالايز هير لوس ونترك الديفيوز هير لوس للمحاضره الجايه على مضمن الشتت. فحاليا هسه خنركز على الالوبيشيا ارياتا نفتهمها. فقلنا الالوبيشيا ارياتا بالانسبكشن، بس سؤال الدكتورة لطيف ومهم، وإن شاء الله المحاضرة الجاية سؤالك وسؤال الدكتورة داليا موجودات ومحفوظات وتشوفوهن يعني بالتفاصيل نعرفهن، بس أنا حقيقة ما أريد تشتت المحاضرة. نستفاد عن كنا نستفاد أكو قد نقاط ما نركز عليها، أسئلتكم نركز عليها، وحقيقة عشتيد اللي يسأل يعني اي سؤال ببالكم بخصوص اللوكالايز هير لوس يعني مشكورين اذا سألوه. نيجي هسه قلنا في الانسبكشن لا تلقى انه يكون ما تلقى فيتشر اوف انفلاميشن اللي هي ايرثيما سكيلنس، تلقى فقط باتش اوف هير لوس وذ نورمال سكن. كلينيكال بريزنتيشن اوف الوبيشيا ارياتا، المريض عاده يجيك اما عنده سنجل او مالتيبل باتش اوف هير لوس، هذا يسموه circumscribed stage. أغلب المرضى ما يعبرون الغير stage، هو فقط على الباتش stage اللي هنا multiple localized hair loss. وأما أنت تعطي treatment أو هي الألوبيشيا أرياتا بحد ذاتها في المرضى اللي ما عندهم genetic cause ما عندهم أي predisposing factor تعتبر self limiting disease، وعادة خلال 1 year without treatment يرجع الهير تماما. ولكن اذا انت تدخلت وطيت علاج راح تختصر هاي المده اللي هي السنه الكامله. بعض المرضى اللي عندهم جينيتيك كوز او عندهم بريدسبوزنج فاكتور راح ينتقل للسكند بريزنتيشن اللي هو هنا عندنا يصير انكريز ذا سايز اوف باتش. فشوفوا هنا صارت لارج باتش اوف الابيشيا ارياتا، وهنا لما تبدأ تصير لارج باتش تبدأ تصير الى انذر تايب. اما الريتيكولار تايب اللي هو شبكي واللي يعتبر ضمن الباد بروجنوستيك ساين، او يبدي يصير سب توتال الوبيشيا ارياتا، واذا المريض ضمن البريدسبوزنج فاكتور اللي عنده اللي قلنا جينيتيك كوز اتوبيك درماتايتس داون سيندروم يبدي يتحول لنا الى الالوبيشيا توتاليس. الالوبيشيا توتاليس انه الهير لوس ينفقد من كل الفيس، يعني من الاي برو والاي لاشز والسكالب والبيرد اريا، هاي يسموها الالوبيشيا توتاليس. ولكن باقي مناطق الجسم اكو هير اللي هو بالاكزيلا بالكيوبيك اريا بالهير بالها باللور ليج بالابر اكستريميتي اكو هير. هذا اذا اكو هير بالباقي الجسم ما عدا بالهيد فقدنا الشعر يسموه الوبيشيا توتاليس، ولكن اذا انفقد الشعر من كل الجسم راح ندخل بالالوبيشيا يونيفرساليس يعني عام كل الجسم. بني the clinical variant of alopecia areata. الحد هنا قبل ما ننتقل للدايجنوسز اكو احد عنده سؤال بخصوص الالوبيشيا areata لو بخصوص المحاضره بشكل عام، على مود اذا ما عندكم سؤال انا اسال.
أكو أحد عنده سؤال؟ زين، راح ناخذ الدايجنوسيس اوف الوبيشيا ارياتا، وراح نسألكم ورا الدايجنوسيس هاو يو كان ديفرينشييت بتوين بيشن وذ الوبيشيا ارياتا اند بيشن وذ ترايكوبيلومانيا. بيناتهم راح يجوكم لوكالايز نون سكارينج هير لوس. احنا شرحنا الترايكوبيلومانيا، وطبعا هذا السؤال مهم لان هذا السؤال راح تواجهوه بالعملي وراح تواجهوه بالفاينل وبالحياة العملية كلش مهم. احنا هسه حاليا حقيقة نتعامل ويا المحاضرة مجرد اريد استفاد معلومة انجح بيها، بس انت ان شاء الله اذا في يوم من الايام كنت باختصاص الجلدية لما يجيك مريض يجيك يطلب سوليوشن من عندك، يريد حل يريد علاج، هو واثق انه بالتشخيص ماتك وبالعلاج ماتك. فانت لما يجيك بيشن عنده localized باتشي هير لوس يكون عندك المعلومة الكافية أنه تشخص، مثل هسه سؤال دكتورة داليا وسؤال دكتورة مريم سئلاً عن الـ causes أو الـ differential diagnosis how we differentiate between androgenic alopecia and other causes of diffuse hair loss. هذا السؤال ينم أنه هي مواجهة حالة أما شايفة relative أو قارية بارتكل قارية بكتاب واللي قد صعوبة انه تميز، فرادت تستفاد تعرف شلون تميز. المريض اللي راح يجيك راح يجيك يطلب سوليوشن، فالسؤال يعني لا تعاملون وياه كمحاضرة، عاملوا وياه انه انت عندك مريض عندك ريلاتيف عندك اخ وشلون تميز وش راح تنطي علاج، لان العلاج يختلف تماما. فان شاء الله ورا ما ناخذ هسه هذا السلايد والسلايد الورا اللي هو الدايجنوسيس اوف الوبيشيا ارياتا، السؤال المهم انه هو وي كان ديفرينشيت بتوين الوبيشيا ارياتا اند ترايكوتيلومانيا كلينيكلي هيستولوجيكلي باي درموسكوب اي شيء، النقاط اللي راح تنشرح. طبعا الدايجنوستس اوف الوبيشيا ارياتا احنا عاده الدايجنوستس كلينيكلي، يعني بحكم كثره الكيسات واللي نشوفه قمنا نعرف كلينيكلي، بس انت المفروض ساينتفكلي هم تسوي درموسكوب. بالدرموسكوب اكو كاركترستيك فيتشر واكو باثوجنومونيك فيتشر، احنا المفروض نعرف شنو الفرق بين الكاركترستيك والباثوجنومونيك. يعني باثوجنومونيك انه هاي الفيتشر ما تلقاها غير بالالوبيشيا ارياتا، الكاركترستيك قد تشوفها باذر ديفرنشيال دايجنوسيس ولكن هي عاده تشوفها بالالوبيشيا ارياتا. وحده ضمن الدرموسكوبيك فيتشر اوف الالوبيشيا ارياتا نشوف اليلو دوت، قاعد تشوفون الهير فوليكل واقعة ولكن مكان الهير فوليكل صاير يلوش، يسموها يلو دوت، قاعد تشوفوها بالصورة A. بالصورة B تلقى كلاسترد أوف فيلس هير. شنو الفيلس هير؟ لو تنتبه للصورة تلقى هاي الدائرة المنقطة، هاي الدائرة المنقطة تلقى داخلها أكو مالتيبل ثين هير، هذا المالتيبل ثين هير هاي يسموها فيلس هير. الفكرة انه هاي الهير نتيجة الاميون سيستم قاعد يضرب الشعراية، راح الشعراية ما تقدر تنمو بالبداية بالاكيوت ستيج قبل ما توقع الشعراية، راح الشعراية الدياميتر مالتها يقل وحتى البيجمنتيشن مالتها يبدي يقل، فهاي يسموها فيلس هير، هاي ضمن الدرموسكوبيك فيتشر اوف الوبيشيا ارياتا. الصورة رقم سي راح نلقى البلاك دوت، تلقى كأنه الهير فوليكل الهير شاف طالع شوية طالع هيك يعني أقل المليم من السيرفس أوف سكين وواقع الشعراية يسموها بلاك دوت. والصورة رقم دي يسموها تايبرد إند، هاي الإميون سيستم قاعد تضرب الهير روت بشكل قوي بحيث الشعر لما يبدي يطلع قاعد كل إشي يصير بيه ناروينج، يعني بداية فيلس هير وباقي الهير شافت اللي قبل ما ينضرب الهير فوليكل باي اميون سيستم بعده بريزيرف، يعني الثيكنس مالته بريزيرف، لان بعد هذا نمى الشعر وطلع واستوى هاي اكيوت بروسيس، فلذلك راح تلقى الشعر عباره عن جزئين، النيولي فورمد هير اللي هو انضرب بالاميون سيستم تلقاه ثنت وعاده هايبو بيجمنتد، ولكن الهير شافت اللي هو طالع اصلا قبل ما تضرب الاميون سيستم تلقاه ثيك وتلقاه هايلي بيجمنتد. هاي الصور اكو احد عنده سؤال بيهن شيء مو واضح؟ مهمات ذني حقيقه وراح تساعدنا انه نميز على الترايكوتيلومانيا، ذني كل هن الفور فيتشر ذني يعتبرن ضمن
الكاركترستيك فيتشر اوف الوبيشيا ارياتا، ولكن مو باثجنومونيك. الساين الوحيده اللي تعتبر باثجنومونيك يعني اذا شفتها ما راح تشوفها باقي الديزيزز. طبعا هنا دكتور يوسف يسال النقطه سي ودي، يقول الانترنت ضعيف. ماكو اشكال دكتور، هسه نرجع للنقطه سي ودي. النقطه سي دكتور يوسف، النقطه سي يسموها بلاك دوت. شنو البلاك دوت؟ فرقها عن الاي اللي هو اليلو دوت. اليلو دوت انه الهير كلها وقعت، يعني حتى من الروت مالت واقعه. شيء اللي يحيط بالهير فوليكل ان جنرال، يبقى بس هو الضوء عكسه، فلذلك يبين يلو دوت. اما لما الشعرايه تبدي تطلع شويه طالع من عندها، يعني اقل يعني بالمايكرو مليمتر طالعه شويه من السكن سيرفس، راح تبين على شكل بلاك دوت. اما دي يسموها تايبرد اند. شنو فكره التايبرد اند؟ الهير فوليكل هي طالعه، فهي قبل ما تصير البروسيس مات الالوبيشيا ارياتا تكون فيت هير، البيجمنتيشن مالتها واضح. لما يبدأ الاميون سيستم واللنفوسات تضرب بالهير روت، الهير فوليكل اللي راح تطلع جديدة راح تطلع very weakened، ضعيفة، فتكون very thin وتكون depigmented أو hypopigmented. فلذلك لو تنتبه للسهم بالصورة رقم دي، تلقى السهم مأشر لك على hair follicle very thin اللي هو هذا طالع نيول من الهير روت، واللي الاميون سيستم قاعد تضرب بالهير، يعني الاميون سيستم قاعد يحاول يطيح الشعرة، بس الشعرة بعدها ما طايحة، فلحد الآن قاعد تنتج لنا hair shaft. ولكن هذا الهير شافت الجديد راح يبين thin ويبين hypopigmented. واضح دكتور يوسف لحد الآن؟ ننتقل للسلايد الثاني اللي هو ضمن الباثجنومونيك فيتشر اوف الوبيشيا ارياتا. الساين الوحيده اللي هي باثجنومونيك اوف الوبيشيا ارياتا هي الاكسكليميشن مارك. الاكسكليميشن مارك من اسمها احنا ماخذين علامه التعجب. وش علامه التعجب؟ لو تشوفوها بالرسم مرسومه تكون thin at the start وفت at the end، وأكو كأنه نقطة كبيرة فوق. شوفوها علامة التعجب، تلقاها باللابتوب بالموبايل بأي مكان. فهاي exclamation mark راح تلقى أنه، شوف الصور رقم 2 كلش واضحة، رقم 2 اللي هي typical of exclamation mark. الفرق عن رقم دي اللي شفناها قبل شوية واللي تسأل عليها دكتور يوسف، برقم دي لو شوفون تلقى اكو تايبرد اند، ولكن الهير شافت ما مكسوره، الهير شافت كامله. اما برقم هنا 2 اللي موجوده الاكسكليميشن مارك، ايضا اكو تايبرد اند، قاعد تشوفون كلش واضح التايبرد اند، ولكن نهايه الشعره بعدها ثيك ومكسوره. طبعا هاي كل ساين لما نحكيها احنا كاختصاصنا جلديه مهمه انه لها تمثل لنا الاكتيفيتي اوف الوبيشيا ارياتا، يعني ذن اللي ذكرناها الدرموسكوبيك فيتشر اوف الوبيشيا ارياتا. لما نشوف وحده من عندهم وانا منطل المريض علاج واشوف اكو وحده من عندهم بعدها مبينه، هذا معناه لو العلاج ما قاعد يشتغل، لو البروسس بعدها فيري اكتيف، يعني الديزيز ستيل ان اكيوت ستيج. فذا النهاية طبعا مو شغلكم شغلنا، بس على مود نعرف احنا ليش نركز على الدرموسكوبيك فيتشر اوف الوبيشيا ارياتا. الحقيقه مو فقط تساعدنا على التشخيص انه الوبيشيا ارياتا، الوبيشيا ارياتا لو تداومون هسه بالاستشاريه خلال يومين ثلاثه بس تشوف لك كم كيس تشخصها بسهوله وذا الدرموسكوب كلش واضحه بالعين تقدر تشخص الوبيشيا ارياتا. ليش نضطر نسوي درموسكوب؟ على مود نسوي فلو اب للمريض لما ننطي علاج ونشوف الاكتيفيتي اوف ديزيز، كلش مهمه بالفلو اب الدرموسكوبيك فيتشر. فهاي الاكسكليميشن مارك لما نشوفون التعريف مالتها، تلقى around the age there's enlarging region and broken off about 4 millimeter from the scalp with normal upper shaft and narrow less pigmented end. يعني نفس فكرة الصورة دي اللي قبل شوية أخذناها واللي سميناها tapered end، الفرق الوحيد إنه الهير شافت مكسورة،
أما بدي اللي هي tapered end شوفوا الهير شافت كاملة تماما ما مكسورة. لما نوصل سيفير ستيج بدت الهير شافت تنكسر من الوسط، فتلقون النهاية مات الهير شافت thick pigmented، ولكن كل النيو هير اللي يطلع يكون thin less pigmented. هاي يسموها exclamation mark. هسه خلصنا الدياغنوسيس اوف الوبيشيا أرياتا. اريد هسه احد الطلاب ينطيني تو ديفرنشال بوينت بين الترايكوتيلومانيا اند الوبيشيا أرياتا، حتى لو ينطيني نقطه واحده انا اعتبرها الى ضمن يعني الكويز اللي راح نتكوز ان شاء الله بعد ان نرجع نداوم. يعني دكتور بالترايكوتيلومانيا ليش يكون اكو نكروسيس اريا والدفنت بالهيرلينك عاش تيدك، بينما بالالوبيشيا أرياتا اكو كابستيرستيك اللي هو اليلو دوت او الفيلوس هير او البلاك دوت او التابرينج اند، بس بالباثوجنومانيك راح يكون اكسكلاميشن مارك اللي راح يكون نفس التابرينج اند بس تكون الشافت مال هير بوكن. عاش تيدك دكتور مرتضى وعاش تيدك دكتورة مريم، هم نفس الجواب. يعني عندنا two differential point اللي هنا كلينيكلي لحد الآن نحكي كلينيكلي وبايدرموسكوب اثنينات، لأن أنا different hair length أقدر من العين أقدر أشخصها، وحتى اليلو دوت وشي بس صعبة مو كلش اليلو دوت من العين إلا تتقرب كلش يلا شوفه، ولكن لدي تو بوينت فيري امبورتنت اللي هو ديفرنت هير لينث تشوفها بالترايكوتيلومانيا ما شفناها بالالوبيشيا أرياتا، وشغله الاروجين والهيموراجيك كراست اللي نشوفها بالترايكوتيلومانيا اما بالالوبيشيا أرياتا اذا تتذكرون قلنا الليجن نيفر ايفر تلقى بي انفلاماتوري ساين، ما تلقى لا الرثيمه لا سكيلنس، فمن تلقى لا هيموراجيك كراست اي النورمال السكن يجيك نورمال تماما. فعشتيتكم دكتور مرتضى ودكتورة مريم. هسه نجي للأذر فيتشر اوف الألوبيشيا أرياتا. الألوبيشيا أرياتا نقطة مهمة جدا، الألوبيشيا أرياتا affect the pigmented elagen hair only and don't affect the gray hair. يعني كل صعبة انه يجيك مريض وما شايفينه بالكتب ما متسجلة، مريض يجيك فرضا رجال عمره 70 سنة 80 سنة اللي هو الهير مات كله متحول وايت هير جراي هير ويجيك الوبيشيا أرياتا، ما لقوا بالستدي انه الالوبيشيا أرياتا تصير بالجراي هير. هاي نقطة كلش مهمة انه الالوبيشيا أرياتا تصير بالبيجمنتد اناجين هير. والنقطة الثانية واللي كلش مهمة واللي احنا نركز عليها بالتريتمنت انه الالوبيشيا أرياتا ورا ما تنطيها علاج، يعني بلشت بالعلاج، العلاج عادة لما تبدي به ورا 3 أشهر عندنا قاعدة ثابتة الهير فوليكل لما توقع لأي سبب كان ورا 3 أشهر يلا تبدي تطلع. فلذلك المريض كون تفهمه تقول له انا راح انطيك علاج بس ترى انت النتائج ما العلاج لا تحكم عليها من البداية، انت الشعر يبدي يطلع ورا 3 أشهر. اكو مرضى يتفهمون هذا الشيء وراح يجيك ورا 3 أشهر يقول لك دكتور شو ما طلع شعري. خوش المشكله وين؟ هو قاعد يشوف ما طلع شعره، بس انت لا تهتم حاليا بحكيه، انت بالبدايه سوي اكزامينيشن بالانسبكشن انت بهول للصوره هاي الاخيره. اذا لقيت اكو فيلس هير هذا الشعر الوبر الابيض، اذا تقربت من الليجن ولقيت اكو فيلس هير معناها التريتمنت مالتك اوكي والمريض قاعد يصير بي ريزوليوشن. فانت تكون من البدايه تفهم المريض على مود ما يصير هيزيتيشن عنده وما يثق بيك. قل له شوف عيني انت العلاج 3 أشهر بالبدايه وراها يبدا الشعر يطلع، ولما يبدا يطلع يطلع شعر وبري ابيض مثل الشعر اللي يشوفوه مرات، يعني عند النساء تلقى اكو عندها شعر تختلف، هسه النساء ما عندها اللحيه ولكن هذا مكان التشيك ومكان هاي البيرد اريا تلقى عندها شعر وبري مثل الوبر الابيض. هذا بالالوبيشيا أرياتا لما تطى تريتمنت ورا 3 مانث من العلاج يبدي يطلع عنده شعر وبري. فلذلك المريض يكون يفتهم هاي النقطه على مود مو ورا 3 أشهر يجيك يقول لك دكتور شعري ما طلع وانت وعدتني 3 أشهر ويطلع. قل له عيني ورا 3 أشهر راح يبدي يطلع شعر وبري وانا انطيك علاج راح احول لك هذا الشعر الوبري الى شعر نورمال ويصير نورمال وننتهي من المشكله. بالنسبه للدكتوره هدى
دكتور حتى اللي يسوون زرع شعر هم بعد 3 أشهر يلا يبدي يطلع. طبعا شوفي دكتورة، زراعة الشعر لما نسوي زراعة الشعر، أول فقرة بزراعة الشعر كفكرة هيك بسيطة، لأن إحنا للأسف ما عندنا ضمن محاضراتنا ويا مرحلتكم يعني المرحلة الخامسة على الهير ترانسبلانت، رغم هو موضوع كلش مهم. لما المريض يزرع شعر أول أسبوعين الشعر الزرع كله يوقع، فذاك يجينا المريض مخترع أسباب إنه العملية فشلت. كون تفهمه بكل ديزيز يمر عليكم بأي اختصاص، النقطة المهمة اللي أنت على مود تخلق ثقة بينك وبين المريض تفهم الكورس مات الديزيز، شلون راح يبدي وشلون راح ينتهي، أي كونديشن حتى العلاج لما تنطيه فهم المريض من البداية شنو الاكسبكتد سايد افكت، على مود لما يصير السايد افكت المريض يبقى كلاينس للتريت. الفكرة أنه الكومبلاينس للتريتمنت يعني المريض اللي يستمر على العلاج على مود يعني تعطيه أكثر فائدة ممكنة. فبالهير ترانسبلانت بالبداية أول ما نزرع الشعر ورا أسبوعين يبدأ الشعر كله يتساقط، ورا شهرين يبدأ الشعر يطلع بدايات، ورا 3 أشهر يبدأ الشعر يصير يعني تقريبا 1 مليم فوق الهير السكن سيرفس، الشعر يبدي تحسه يطلع كأنه شبه نورمال ورا 6 أشهر of hair transplant. فلذلك أبد لا تحكم على الهير ترانسبلانت قبل 6 أشهر، وضرورة تفهم المريض هاي الفكرة انه بالهير ترانسبلانت ورا 2 إلى 3 أسابيع يبدو الشعر كله يوقع، لمدة 2 شهر هو الشعر كله في مرحلة تساقط ولكن يبدو يطلع بدايات جديد اقل من 1 مليم على السكن سيرفس، ورا 6 أشهر الشعر تقريبا كومبليتلي نورمال، خلال سنة الشعر يصير لإنسان شعر طويل طبيعته يعني سواء ميل أو فيميل زعلهم، الشعر خلال سنة يصير كأنه طبيعي ما تفرق عن قبل الهير ترانسبلانت. الشغلة الحلوة بالهير ترانسبلانت كمعلومة لكم، الهير ترانسبلانت 100% successful إذا المريض التزم بالكورس العلاج التطهية. من الأمور اللي قاعد نشوف فيها فيلير ريت تصير بالميل نتيجة السموكينج، بالنسبة لنا يعني إذا مريض سموكر ما نسوي لزراعة الشعر، لأن السموكينج راح يسوي adverse effect وcomplication، وعندنا أكو مريض زارع أحد الأطباء هنا يعني وصاه واي إنه let smoking كون أقل شيء stop smoking for 1 month after hair transplant، إذا مو not stop smoking راح يصير scarring alopecia بالarea. فهي من الأمور المهمة، ولكن النقطة المهمة بالهير ترانسبلانت إنه يبقى طول الحياة الشعر بعد ما يوقع، يعني المنطقة زرعتها شعر بعد طول حياة المريض ما يوقع، very successful operation يعني. هنا بالنسبة للدكتور مرتضى السكند هاند سموكر هم يأثر على الهير ترانسبلانت؟ نعم دكتور، الاكس سموكر يسموهم، الاكس سموكر اللي هو السابق ما يأثر، ولكن الهاند السكند هاند سموكر فعلا يأثر، ولذلك احنا نطلب من المريض اللي هو يسوي هير ترانسبلانت يبتعد عن السموكر اذا يقعدون يمه، لان يسموها باسيف سموكينج، يعني هذا المريض هو ما قاعد يسوي سموكر ولكن سموكينج، ولكن راح ياخذ شكو باد افكت من السموكينج راح يصير عليه. فكنصيحه بالنسبه انا بالنسبه لي اذا مريض يريد يسوي هير ترانسبلانت ومصر انه ما يقطع السموكينج ما اسوي له، ابد ما اسوي له، لان حرامات الهير ترانسبلانت هي 100% successful operation مجرد انه المريض يكون يلتزم بالتعليمات. نجي ضمن الكلينيكال فايندينج بالخدمة عند دكتور مرتضى. بالنسبة للكلينيكال فايندينج ذكرنا هسه الالوبيشا ارياتا، شفنا السكن مانيفستيشن، ولكن واحدة من الامور المهمة نشوف النيل تشينجز. لما المريض يجيك الالوبيشا ارياتا اذا شفت فقط 1 باتشز خوش او مالتيبل باتشز مهما يكن سيفير مايلد كونديشن اوف الوبيشيا ارياتا اكمش اذا افحصها شنو المهم بهاي النقطه؟ المهم اذا لقيت نيل تشينجز اوف الوبيشيا ارياتا والمريض عنده سينجل باتش اوف هير لوس، هذا المريض إذا لقيت عنده positive nail sign معناها هذا المريض معرض إنه يصير عنده severe type of alopecia areata اللي هن ذكرناه للtotalis واللي ذكرنا اليونيفرساليس. فلذلك لا تستغرب
ولا تتفاجئ. واحنا هاي نقطة، يعني مريض يجيك عنده هير لوس بالسكالب يبوج منك انه انت كمشت الهاند وتفحصها، يقول لك هسه شنو الرابط؟ يقول لك هذا الدكتور ما يفتهم انه انا جاي له اقول له عندي شعر واقع بفروة راسي وهذا كمش الهاند ما تفحصها. الفكرة انا ليش اريد افحص الهاند مالته؟ اريد اشوف البروجنوسيس اوف ذيس بيشنت. اذا لقيت بوزيتيف نيل تشينجز والمريض عنده سنجل باتش اوف الوبيشي ارياتا، هذا المريض ضمن الباد بروجنوستيك كاتيجوري، هذا المريض معرض انه يصير ضمن السيفير تايب اوف الوبيشي ارياتا. فذاك احنا مثل هيك مريض يحتاج ستريكت فولو اب، ويحتاج من البدايه نبدا وياه فد فورسفل تريتمنت. الكومن نيل تشينجز اللي نشوفها بالالوبيشي ارياتا اللي هي ريجولار regular pitting، يعني هاي نقاط، انتبهوا للصورة اي، تلقون نقاط حفر موجودة بالنيل بليت. والسكند كمان هي الرجينج، تلقون كأنه مثل التشققات longitudinal ridging على طول النيل بليت. ولكن هي الموست كمان نيل changes in alopecia areata هي regular pitting. المفروض بالمحاضرة اللي طاكم ياها دكتور حيدر، الدكتور حيدر العامري على محاضرة السورايسز انطاكم النيل تشينجز اوف سورايسيس، ضمن النيل تشينجز ركز لكم على الارريجولار بيتينج. الارريجولار بيتينج ات از ا فيتشر اوف نيل سورايسيس، الريجولار بيتينج ات از ا فيتشر اوف نيل ان الوبيشيا ارياتا. لحد الان قبل ما ندخل طبعا بقى سلايدين ونخلص المحاضره سلايدين او ثلاثه، لحد الان اكو احد عنده سؤال؟ اكو شيء مو واضح؟ إذا أحد عنده سؤال خل أما يكتب السؤال أو يتداخل يعني ككلام أثناء المحاضرة. المحاضرة خلصت فقط، عندنا الكورس and the prognosis والتريتمنت. بالنسبة للكورس والبروجنوسيس، هذا السلايد يعتبر من أهم السلايدات ودائما يجي على شكل MCQ، وحتى احنا بالبورد شانل وايد يسألونه به. الفكرة أنه هذا المريض يجيك ألوبيشيا أرياتا، وكل شوية يجوك مرضى راح ألوبيشيا أرياتا، يا هو تحدد انه هذا good prognosis ويا هو تحدد bad prognosis. والفكرة انه تحدد good وbad انه التريتمنت موداليتي مالتك تختلف. اول شيء اذا شفتوا الوبيشيا أرياتا والمريض عنده atopic dermatitis هذا bad prognosis، والمريض عادة slow respond to treatment ويحتاج treatment قوي. اذا الوبيشيا أرياتا اجتك rapid progression، اليوم اجتني مريضة بالاستشارية بمستشفى الصدر خلال 10 أيام يعني صاير عندها نير الوبيشيا توتاليس 10 أيام، من هي نورمال كومبليتلي نورمال خلال 10 أيام شعرها راح يوصل الالوبيشيا أرياتا راح توصل توتاليس، فهذا رابيد بروجريشن يعتبر باد بروجنوسيس. The loss of the eyebrow and eyelashes، إذا لقيت الايبرو والايلاشز lost هذا يعتبر باد بروجنوسيس. مثل ما قلنا nail changes positive nail changes in alopecia areata consider as a bad prognostic sign. الاوفياسز والرتيكولار باتن عمود نفهمها ننتقل للسلايد الثاني. الاوفياسز هو loss of the hair in the side of the scalp and the occipital area، يعني بالtemporal area وبالoccipital area. إذا لقيت أكو patch of hair loss فقط بهاي المناطق يطلقون عليها مصطلح اوفياسز، هذا ضمن الباترن اوف الوبيشيا أرياتا. واكو باترن اوف الوبيشيا أرياتا يسموها ريتيكولار الوبيشيا أرياتا اللي هو الشبكي، هاي اللي هي صورة رقم 2 مثل الشبكة صايرة كلها لوكالايز باتش اوف هير لوس. فاذا لقينا اوفياسز او لقينا ريتيكولار باترن هذا يعتبر ضمن الباد بروجنوستيك ساين اوف الوبيشيا أرياتا. إذا لقيت عند المريض alopecia totalis اللي شفنا صورتها اللي قلنا إنه loss of the hair in the head سواء eyebrow, scalp, beard area أو universalis كل الجسم يعتبر ضمن bad prognostic sign. positive family history of atopy or alopecia areata، وهاي نقطة مهمة، يعني فرضا هاي المريضة اليوم اللي إجتني اللي هي قلت لكم خلال 10 أيام طفلة عمرها 10 سنين خلال 10 أيام راح يصير عندها الوبيشيا توتاليس. لما سألتهم على الفاميلي هيستوري قالوا دكتور ما عندنا فاميلي هيستوري اوف الوبيشيا أرياتا، ايش تسألهم النقطة الثانية؟ يقول لهم عندكم فاميلي هيستوري اوف اتوبيك درماتايتس؟ إذا لقيت عندكم فاميلي هيستوري اوف اتوبيك درماتايتس هذا يعتبر ضمن الباد بروجنوستيك ساين. فالحقيقة هاي المريضة اللي اليوم
جمعت لي تو باد بروجنوستيك ساين، عندها رابيد بروجريشن وعندها فاميلي هيستوري اوف اتوبيك درماتيتس. فهاي الحقيقه المريضه كون ابدو وياها علاج قوي، واتوقع كفلو اب كون سيتركت فلو اب، لان كل ما هاي المريضه يعني تبدي يصير عندها مور بروجريشن كون ازود العلاج اللي عندها واتابعها اكثر. الى اونست بيفور بيوبرتي، اذا بدا الالوبيشيا ارياتا بيفور بيوبرتي يعتبر ضمن الباد بروجنوستيك ساين. تريتمنت الالوبيشيا ارياتا، التريتمنت اوف الالوبيشيا ارياتا يكون تخلون نقطه مهمه ببالكم، انه الالوبيشيا ارياتا اذا المريض ما عنده ذن الباد بروجنوستيك ساين تعتبر ضمن السيلف ريزولفينج ديزيز، ولكن عاده السيلف ريزولفينج اذا وذاوت تريتمنت يحتاج سنه 1 year. فلذلك احنا هدفنا كاطباء انه نقصر هاي المده، لان الالوبيشيا ارياتا ما تتصورون الافكت على المريض، يجيك المريض كلش سترس وداء الثعلبة، يعني المريض تخاف من العدة بالمجتمع عليها، يعني بعد استجمة فالمريض يجيك مرعوب من عدة. العلاج كله سهل، بس كون خل نفتهم الفكرة مالته، اللي يفتهم الباثوجينيسيس راح يفتهم العلاج بشكل كلش بسيط. أول شيء راح تشوفون واللي صار عند الألوبيشيا أرياتا أو الريلاتيف مالته، نمطي فد إرتنت ماتيريال اللي عادة نسوي combination of phenol وساتاليك أسيد أو garlic اللي هو هذا معروف عند المرضى، يستخدم الثوم يأخذ شوية من سن الثوم ويمسح المكان. الفكرة شنو؟ الفكرة احنا ذني كل هنا الارتنت ماتيريال، هدفنا انه احنا نسوي ريد allergic contact dermatitis. لو تتذكرون صورة الباثوجينيسيس ولما شفتوا اللونفوسايت اجت على الهير فوليكل، لما تيجي اللوفوسات على الهير فوليكل هي قاعد أستوي لها يعني فيلينج اوت وتوقع الشعراية. لما نجيب الريتنت ماتيريال راح يسوي الريتيشن للسكن اللي سراوندينج الهير فوليكل، فلما اللوفوسات اللي متجمعة داير مداير الهير لما تلقى اكو نيو كونديشن بدت تتكون اللي هو الالرجي كونتاكت درماتيتس، راح تبدي ذني اللوفوسات تنتقل من surrounding the hair follicle إلى السكن اللي دار مدايرها اللي صار بي الروتيشن. فلذلك قاعد نخلص من اللومفوسايت اللي هي قاعد تمنع الشعراية إنه تنمو من جديد. فهاي فكرة الارتنت allergic contact dermatitis، إحنا قاعد نسوي allergy، أما قاعد نسوي allergic contact dermatitis إذا استخدمنا allergic substance، أو إحنا قاعد نسوي irritant contact dermatitis إذا استخدمنا irritant material. هاي الفكرة، قاعد نسوي stimulation لcontact dermatitis على مود أخلص الفوليكل من surrounding lymphocyte، لأنه الإميون سيستم اللي هو حاليا مركز جهده على الهير فوليكل لما يلقى صار الروتيشن بالsurrounding skin راح ينطي إعازة بأن الليمفوسايت يقول لهم روحوا عالجوا هاي المشكلة الجديدة اللي هي الإرتن درماتيتس. فنخلص من الليمفوسايت اللي سراوندينج الهير فوليكل وتروح تشتغلنا على الإرتن درماتيتس، وبذلك نساعد الشعر أنه يطلع. هاي النقطة مهمة والفكرة كلش مهمة أنه نفهمها. باتن توبيكال أور إنتراليجينال ستيرويد، بس هنا عندنا سؤال دكتورة فاطمة، black dot also present in fungal infection, so how differentiate it from alopecia areata؟ سؤال مهم دكتورة فاطمة. طبعا احنا قلنا لما ذكرت لكم black dot قلت لكم ذني black dot واليلو dot والtapering end، قلت لكم ذني كلهم ضمن الكاركترستيك فيتشر وليس باثجنومونيك فيتشر. الوحيد اللي قلت لكم باثجنومونيك فيتشر اللي هي الاكستكلاميشن مارك، فهاي النقطة كون نعرفها، يعني الكاركترستيك فيتشر راح نشوفها بالألوبيشيا أرياتا ونشوفها بأذر ديزيزز مو فقط بالألوبيشيا أرياتا. أما لما نشوف أذر فيتشر أوف ألوبيشيا أرياتا اللي هي الإكسكلاميشن مارك اللي هي الباثجنومونيك، هاي راح نميزها عن الفنجل. الفنجل ما نلقى إكسكلاميشن مارك. بعد النقطة الثانية اليلو دوت ما نلقاها بالفنجل انفكشن. فذن النقاط مهمة، انه الاذر فيتشر اوف درموسكوبيك فيتشر اوف الشعريات ما راح تلقيها دكتورة بالفنجل انفكشن، اما راح نشوفها بالالوفيشيا ارياتا. فاحنا نعتبر كباكج كامله انه هو كان ديفرنشيت. اما اذا لقينا اكسكليميشن مارك بحد ذات هاي باثجنومونيك، راح تميز لكم الفنجل انفكشن عن الالوفيشيا ارياتا. واضح دكتوره فاطمه؟
وهسه لو تريدين السلايدات تلقين احنا البلاك دوت ذاكريها ضمن الكاركترستيك وليس الباثجنومونيك. بالنسبه للدكتور عمار يقول هذا العلاج مو راح روتيشن يعني بين اند اتشينج. طبعا دكتور احنا لما نعطي العلاج ما نعطي علاج بكونسنتريشن عاليه، نعطي كونسنتريشن قليله، يعني نعطي الروتيشن ولكن ضمن كونسنتريشن كلش قليله. فلذلك احنا قاعد نسوي الروتيشن ولكن مو سيفير الروتيشن. فذاك ضمن الكومن بروبلم اللي قاعد يجونه انه يستخدمون الثوم، الاهل يستخدمون الثوم ولكن يستخدموه بتركيز عالي، يعني ياخذ الثومه ويبدي يفرك الجلد حيل. هنا طبعا الثوم خلوها معلومه عندكم انه الجارليك اللي هو الثوم يسوي سكند ديجري بارت اذا صار بي سيفير فراكشن على السكن. وانا قبل كم يوم دخلنا مريض مستشفى الزهراء، الفكره كان عنده تينيا كابيتس وبقت تبيبيته كارمت له ثوم وحاطتها على السكالب كلها. اجانا المريض المستشفى الصدر صار عنده سكند ديجري بيرن السكالب كلها، الهير كله طاير وصار عندنا بسشول وفد كونديشن يعني كان كلش سيفير. 10 ايام مستشفى الزهراء احنا نعالج هذا المريض، طبعا للاسف انتهى المريض بسكارنج الوبيشيا، مستخدمين الثوم بشكل خاطئ، داقين ثوم يعني بوقتها المريضه يعني بيبيه المريض مستخدمه 5 روس ثوم داقتهن وفارتتهن على السكالب كلها. طبعا هم من رورال اريا. المريض اجانا ليثارجيك ديكريس فود انتيك، طفل عمره 4 سنوات ديكريس فود انتيك، بس تولي نقط البص يوقع من الشعر مالته، سيفير ألسر صاير بالسكالب، والمريض الوايت بلس سيل كاونت 35,000. المريض ليثارجيك فيفرش دخلناه وخفنا انه ينتهي المريض بسبسس. طبعا هسه المريض طلع الحمد لله، طلعناه ورا 10 ايام انطيناه كومباين انتبايوتيك وبقتها فانكومايسين سيترياكزون وبلشنا له اجريزيوفالفين على مود التينيا كابيتس وطيناه سيمبتوماتيك تريتمنت وفلويد ريبليسمنت. المريض قبل اسبوع طلعناه من مستشفى الزهراء ورا ما نزلنا الوايت بلس سيل من 35,000 الى 7,000. فذا سؤال دكتور عمار بالنسبة انه احنا قاعد نسوي الروتيشن، احنا ك يعني كطب نسوي الروتيشن ولكن نسوي مايلد الروتيشن، مو انا اجيب تركيز عالي من ذهن المواد مثل ما فرضا هسه قلت لكم هاي البي بي المستخدمة جارليك بكونسنتريشن عالي تسوي لنا مشكلة، يكون نسوي مايلد الروتيشن. واضح دكتور عمار؟ بالنسبة لهاي الصورة قاعد نشوف انتراليجينال انجكشن of alopecia areata patch. طبعا حاليا يعتبرون الانتراليجنال ستيرويد first line treatment of single patch of alopecia areata و very successful. وضمن الاذر موداليتي اوف تريتمنت، طبعا كل فكره الموداليتي اوف تريتمنت اما انت قاعد تسوي الروتيشن او قاعد تسوي اميون سبريشن للاريا، يعني على مود تخلص من ذني اللمفوسايت اللي هي سراوندنج الهير فوليكل. السورالين انت الالترا فايلت لايت اللي هو البوفا تريتمنت راح يفيدك بنقطتين، بحد ذات السورالين هو يسوي الروتيشن ولما نسوي له كومبينيشن وذ الترا فايلت لايت راح يسوي اميونو سبريشن. وعاده البوفا عندنا تو تايب، لوكالايزد بوفا وسيستميك بوفا. اللوكالايزد بوفا نستخدمه لللوكالايزد الوبيشيا ارياتا، اما السيستميك بوفا نستخدمه للمريضه اللي عندها الوبيشيا يونيفرساليس. التوبيكال مينوكسيديل نقطه كلش مهمه، ليش قاعد نستخدم توبيكال مينوكسيديل؟ اكو احد يعرف؟ انتم مر عليكم المينوكسيديل، اكو احد يقول لي ليش قاعد استخدم توبيكال مينوكسيديل بالالوبيشيا ارياتا؟ هو لا يسوي لي الروتيشن ولا راح يسوي لي اميونو سبريشن. خلال الشرح ذكرنا نقطة قلت لكم المريض أبو الألوبيشيا أرياتا، دكتورة زهراء تقول بازو دايليتيشن للعوية. عاشي للدكتورة زهراء النقطة مثل ما قالتها دكتورة زهراء، لما يبدأ الشعر يطلع ورا 3 أشهر إذا تتذكرون قلت لكم راح يبدأ الشعر وبري فيلا صغير. هذا الشعر الوبري على مود أستعجل بالعملية وأحوله إلى شعر واضح، يعني الشعراية تكون ثيك بيجمنتد، انطيها مينوكسيديل على مود اسرع عمليه التحول من فيلس هير الى نورمال هير. واضح هاي فكره التوبيكال مينوكسيديل، وهاي النقطه مهمه، نقطه كلش مهمه، لان المريض مثل ما قلت لكم اذا انت بالبدايه ما حاط البروجريشن مات المرض بشكل واضح
ويجيك المريض وانت ما فهمه راح يفقد الثقه بيك. فانت من البدايه قل له انا 3 اشهر تجيني راح يبدا يطلع شعر وبري، وراها اكمل لك العلاج على مود لما تكمل العلاج تعطي توبيكال مينوكسيدين، الشعر كله طالع بس طالع وبري ابيض، لما تعطي توبيكال مينوكسيدين خلال شهر الى شهرين يبدا يتحول كله الى نورمال بيجمنتد هير. فانت لما تعرف خطوات المرض راح المريض يثق ويصير عنده كومبلاينس وذ يور تريتمنت. باقي العلاجات مثل الانثرالين، الانثرالين بقابليه مثل السورالين انه يسوي اميونو سبريشن ويسوي الروتيشن. اميونو موديوليتر هاي كلش مهمات، البي سي جي فاكسينيشن والاورال زنك سلفيت ذني الهم قابليه انه يسوون اميونو موديوليشن. احنا مو قلنا مشكله الالوبيشيا ارياتا خاصه اللي جماعه الالوبيشيا توتاليس واليونيفرساليس، قلنا اكو عندهم اميون ديسريجوليشن يعني كانه اوتو اميون كونديشن، يعني الاميون سيستم قاعد يضرب الهير، فانا احتاج انطيك الديستيمولنت يسوي ريجوليشن للاميون سيستم. شافوها عن طريق البي سي جي فاكسينيشن والأورال زنك سلفيت. وآخر خطوة بالعلاج إنه السايكوثيرابي، يعني إذا المريض يجيك الكوزمات الألوبيشيا أرياتا إنه نتيجة الإميون يعني إموشنال ستريس أو عنده سايكولوجيكال بروبلم، فكون تدخله ضمن السايكوثيرابي. ومرات وإحنا هواي ننطي للمرضى اللي عندهم سيستميك ألوبيشيا أرياتا اللي هو ألوبيشيا يونيفرساليس توتاليس نطيه ترانكولايزر مهدئات. الشيء اللي نستخدمه والسيف حاليا بالاستشاريه نعطيهم الفلوكسيتين اللي هو ضمن السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر، هذا يعتبر ك يعني ترانكولايزر يفيدنا اقل واحد بسايد افكت والمريض ما يصير عدم ديبندنس عليه. هاي مريضه افتر انتراليجينال كينالوج انجكشن، قاعد تشوفون المريضه نحقنها بالجلد، واي احد يحب يوميا احنا نحقن مريضه بالاستشاريه بالالوبيشيا ارياتا انتراليجينال ستيرويد، ذا بيست از ذا كينالوج. راح تشوفون خلال 3 مانث، طبعا هاي الصوره ماخوذه ورا 5 اشهر من الانجكشن، هاي المريضه محتاجه 3 انجكشن كل شهر نعطيها انجكشن واحده، ورا اخر انجكشن تحسبون 3 مانث وراها الشعر يطلع هيجي، وطبعا هاي المفروض بعد نعطيها تخشعر اكثر. طبعا تدرون احنا اي يعني اي ديزيز بالدرماتولوجي اند اذر يعني برانشز الطب فيه تطور. واحده من الدراجات اللي هسه اكتشفوها جديده واللي تاثر على الاميون سيستم اللي هو روكسولوتينب، هذا ضمن الاميون موديوليتر دراج، شافوه يفيد بالريزستنت الوبيشيا ارياتا. ما كتب لكم اياه ضمن العلاج بس تصير عندكم فكره انه ترى اكو اذر موداليتيز اوف تريتمنت. شوفوا هذا المريض اللي هو بريزنت بالبدايه كاوفياسز وكان صار عنده لارج باتش اوف الوبيشيا ارياتا، انطوا روكسوليتينب حبايات انه موجودات ابو العشرين، انطوا يوميه حبايه صبح وليل لمده 3 الى 6 اشهر، شوفوا فيري جود ريسبون. طبعا هذا المريض لما سووا دراسه بالترايكوسكوب على البرسنتج مالت الهير قبل وبعد وورا ما انطوا علاج 92% ريستوريشن اوف ذا هير. فذاك من العلاجات اللي نيو اللي توفرت حاليا واللي very important in resistant cases of alopecia areata. واكو هواي هسه دراجات دخلت تقسم منها topical treatment قسم منها systemic و promising effect و very good effect in alopecia areata. محاضرة انتهت، اذا احد عنده سؤال شيء مو واضح يعني بودنا انه نفيدكم ونعيده. اكو شيء مو واضح؟ دكتور حسين ننهي المحاضرة، أكو عندكم سؤال؟ إن شاء الله عاشت إيدكم. إن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل الديفيوز هير لوس، محاضرتنا لهذا اليوم كانت فقط على localized hair loss. المحاضرة الجاية راح ناخذ localized hair loss discarding نمر عليها سريع، وبالتالي نكمل الديفيوز هير لوس. وحاولوا الأسئلة اللي سألوها زملائكم دكتورة داليا ودكتورة مريم إنه الأسئلة شلون نفرق بين الأندروجينيك ألوبيشيا الفيميل باترن أندروجينيك ألوبيشيا عن باقي الكوزز أوف ديفيوز ألوبيشيا، وكذلك شنو الأناجين فلافيوم اللي يصير بالكيموثيرابي، شنو الباثوجينيس مالتها وشلون نعالجها، وشنو الفرق عن الباقي الكونديشن اللي راح ناخذها. في أمان الله.